اهلا بكم من جديد. نبدا الان بالحديث عن الحالات التحكيميه مع خبير التحكيم في ابو ظبي الرياضيه الكابتن مسلم احمد اللي يجدد به الترحيب ومسي عليه بالخير ابو احمد. اهلا وسهلا اخوي طارق الحبيب. مباراه اعتقد عاديه فنيا داخل الملعب وتحكيميا. حتى الشوط الاول يمكن كانت متوسطه لكن في الشوط الثاني نفس ما الفريقين واللاعبين ينعكس على من الطبيعي جدا يعني. انزين. شوط كان هادي ما وجه الحكم حتى الشوط الاول اللي كان فيه بعض فيه الحكم في اتخاذ القرارات الصحيحه. نذكر المشاهدين بطاقم التحكيم كابتن مسلم. اوكي نبدا باستعراض او الطاقم التحكيمي للمباراه. نعم. يعقوب الحمادي في الساحة، زايد داود ويوسف القيواني كمساعد أول ومساعد ثاني، وخالد ناجم كان كحكم رابع. الإحصائيات التحكيمية، الإنذارات كانت في حالتين صحيحات وإنذار كان غير صحيح، وفيها أيضا حالتين كان مفروض الحكم يشرف فيهم البطاقة الصفراء، ما في حالة طرد. خمس تسللات كلها كانت تسللات صحيحة. ركلة جزاء أيضا كانت وحيدة في المباراة وأيضا كانت صحيحة، ودرجة الصعوبة نفس ما انا توقعتها واعطيتها يمكن ما قبل المباراه تقريبا نقدر نعطيها متوسطه الصعوبه. نعم نبدا الحالات. اي نعم نبدا باستعراض ابرز الحالات والمواقف التحكيميه مع الحاله الاولى في المباراه اللي كانت تقريبا في الدقيقه 16. ثبت لي لحظه ارتكاب الخطا، يا ريت لو ترجع لي اياه في البدايه. هاي دائما نتكلم اللي هي الهجمه الواعده، لولا الخطا كان في موقف بناء هجمه واعده اللي هو مهاجم الوحده، كان هنا المفروض يتبع القرار الفني بالقرار الاداري وهو الانذار، لكن الحكم اكتفى هنا بالقرار الفني فقط. انا بعدين بقارنها هاي ليش هنا انذار مع ركله الجزاء اللي يمكن في وضعيه افضل، لكن لما اني عندهم بنتكلم ليش هنا انذار هناك مو بانذار. نروح للحاله الثانيه. الحالة الثانية ركلة الجزاء اللي تم احتسابها لصالح الوحدة، واحدة من القرارات الجيدة والسليمة من حكم المباراة اللي تميز فيها، ما تردد، تمركز كان جدا مثالي من قبل الحكم، زاوية الرؤية أيضا كانت واضحة بالنسبة له، وبالتالي ساعد أنه ياخذ القرار الصحيح. لاحظني أول ما دخل داخل المنطقة شوف باليد وأيضا بالقدم من تحت كان خطا موجود. اوكي حد يمكن يشاهدني يقول ليش هني ما قلت انه يستحق الانذار؟ احنا حسب التعديلات الاخيره دائما اللي ارتبطت بالاخطاء اللي داخل المنطقه وخارج المنطقه، طول ما الاثنين يتنافسون داخل المنطقه بين المهاجم والمدافع اللي في مجال التنافس على الكره، اذا صار الخطا من قبل المدافع وركله جزاء اذا تم احتسابها هني يكتفي بركله جزاء من غير القرار الاداري، واذا كانت في معايير الفرصه المحققه موجوده يكتفي بركله جزاء والانذار بدل ما كان من السابق. نعم. كنا نقولها طرد. هاي بس الفرق بين الحاله الاولى والثانيه، هذيك كانت خارج المنطقه وهي داخل المنطقه، لان اخذ القرار الاقوى او الاكبر اللي هو احتساب ركله الجزاء. تمام. ننتقل اي نعم الحاله اللي بعدها. مثل هني شوف تركيز الحكم الجهه الثانيه ما صار او ما شاهد التصرف اللي صار بين لاعب الوحده مع النصر، هني المفروض كان المساعد الاول يتدخل، لاحظ الركل اللي كان موجود والكره بعيده كان يستحق ركله حره مباشره والانذار، اذا الحكم اتاحت فرصه هني المفروض بعد خروج الكره او توقفها المفروض كان المساعد الاول يوصل رساله للحكم ان هناك خطا من قبل، لاحظ هني الركل اللي كان من لاعب رقم أربعة لاعب الوحده المفروض كان يستحقني الانذار كقرار اداري لسلوكه الغير الرياضي. عندنا حاله اخيره في المباراه، الدخول اللي كان فيه نوع من التهور من قبل لاعب الوحده، هني ما تهاون الحكم احتسب القرار الفني اللي هو ركله حره غير مباشره، ركله حره مباشره، وايضا اعتباح القرار الاداري اللي هو كان الانذار، القرارين كانوا صحيحين، ومثل ما قلت اخوي طارق الحكم بشكل عام ظهر بمستوى جيد جدا، هو مساعدين ما واجه اي صعوبه في اداره المباراه بكل يسر وسهوله.